احكي لك انه انا ما كنت مقرر بالمره اني اسوي هذا الفيديو جزئين، زيه زي اي فيديو ثاني كنت مقرر اسويه جزئين، لكن انه بعد ما صورته لقيته انه هو طويل. فهذا هو الجزء الاول من، لان حياتنا العمليه بالاغلب هي عباره عن حياه عمليه ستريسيه، يعني مليئه بالستريس. فالفيديو الجاي من تيد توك هو هاو تو ستريس يور فريند، 11 مليون فيوز تيد توك فيديو باي حدا هيك ام كيوت بجنن واشقر، اسمها كيلي ماك جونيجل اي ثينك هيك اسمها. بس مع انه بهذا الصدد بتعرف انه ستريس ريليتد توبيك قتل حوالي 182 الف شخص في امريكا، واشياء اللي ريليتد للستريس بترفع من احتمال انك تصاب بعمليه الوفاه لا سمح الله بنسبه 43%، وفي دراسه اخرى التصديق بانه الستريس مضر في الصحه رفع احتماليه الوفاه لعدد من الاشخاص بنسبه 30%. هذا كله راح نحكيه في هذا الفيديو بعد الفيديو اللي حضرناه من تيد توك للأمورة الشقراء كيلي التي تعمل هيلث سايكولوجيست على حد تعبير عطوفتها. فخلينا نبلش. جاسر مصطفى وجي توكس و 101 things I learned from تيد توكس. تعرف انه اذا كانت الارقام اللي حكيناها في بداية هذا الفيديو دراسات صحيحة ومنبثقة عن دراسات قائمة على اساس علمي، هذه الدراسات راح تخلي الاسترس هو السبب رقم 15 على قائمة اكثر الاسباب المسببة للوفاة، وبذلك هو يتعدى احد انواع السرطانات التي تؤدي الى الوفاة. هذا اللي راح نحاول انه نحن ندردش فيه في هذا الفيديو. قبل ما انا اطلع اقرر انه هذا الفيديو من التيك توك هو فيديو مهم وانا بدي اخده في السيريز تبعت انه واحد او 101 اشياء انا تعلمتها من تيد توكس، يمكن حضرته 15 مره ودائما بحكي انه هل ينحكى فيه ولا ما ينحكى فيه، واز لونج از انه انت عم تحضر هذا الفيديو فذات مينز انه انا استقريت على انه فيديو مهم. بحكي لك في كل مكان في الكوكب، وما تسألني مين اللي بحكي لك، بس هذا الشخص اللي بحكي لك بيقول لك انه الاسترس هو ردة فعل جسمك الجميل الحلو الكيوت اللي شعره كيرلي تجاه الامور اللي بتطلعك out of your comfort zone، وفي مناطق او في اوقات او في مواقف انت غير مرتاح في التعامل معها، ايدر بسبب الخوف او بسبب الديدلاين او بسبب اي شيء من اسباب الحياة اللي احنا ما بنفضل انه هي تصير، وأنه هذا الرياكشن من جسمك تجاه هذا الستريس أو الضغط هو رد فعل وشر لا بد منه. زي هيك يعني زوجك أو زوجتك، حماتك أو حماتك، هذول شر وجودهم في حياتك لا بد منه، فأنت بدك تعرف كيف تتعامل معهم. فإذا أنت اتخذتهم كشر لا بد منه وأعداء، أنت سوت حياتك وصارت حياتك أسود من قرن الخروب. وإذا أنت عرفت تتعامل معهم وخليتهم أصدقائك وحبايبك والناس الكيوت اللي في حياتك، فأنت راح تعيش حياة سعيدة، وزي ما بقول لك المثل أرنب سعيد ولا أسد حزين أو أسد متوفي. وبتحكي لك الأمورة كيلي I think هيك اسمها، الأمورة الشقرة هاي اللي في الفيديو اللي شعرها مش كيرلي، إنه في دراسة عملت في أمريكا على أكثر من 30 ألف بالغ راشد عاقل شرواك على مدى 8 سنوات. أنا بحترم الدراسات هذه اللي مدتها طويلة لأنه ممكن تطلع بنتائج ممكن أنها تكون أقرب للحقيقة. شو بتقول لك؟ بتقول لك بلشوا هذه الدراسة يا معلم بأنهم سألوهم قديش تعرضت للضغط في السنة الماضية، أو هل تعرضت للضغط أو الاسترس في السنة الماضية سواء كثير أو شوي أو whatever، وكملوا على الأسئلة. ومن الأسئلة الثانية اللي سألوها هل تعتقد بأنه الاسترس هو عامل مضر بصحتك، is it a harmful factor to your health يا باشا. وبعد هيك استخدموا السجلات الخاصة بأعداد الوفيات لحتى يعرفوا مين توفى. فلاحظ هدول السؤالين الافكت تبعهم ممكن تحصل عليه من الديث ريكوردز أو سجلات الوفاة، هذا شيء كثير ممكن يكون يخوف.
فخلينا نشوف شو السلافة. هذا الدراسة يا حبيبي بعد ما راحوا تفقدوا سجلات هذه الوفاة خلصت، لأنه الناس اللي تعرضوا مش خلصت يعني خلصت يعني استنتجت إنه الناس الذين تعرضوا للستريس في السنة أو السنوات الماضية كان لهم نصيب الأسد يا صديقي من أعداد الوفيات بنسبة بتزيد على غيرهم، نسبة احتمال الوفاة للشخص الذي يتعرض للستريس أكبر بنسبة 43%، سواء بنصدق بهذا الموضوع أو ما بنصدق فيه، بس هذا اللي طلع فيه الدراسة اللي عملوها. بس شو بحكي لك كمان في الدراسة، إنه هذه النسبة 43% الكيوت اللي تعتبر كثير كبيرة صحيحة للناس اللي بيصدقوا بأنه الاسترس هو عامل أساسي مضر في الصحة ومضر في الجسد ومضر في الحياة تبعت معاليك. يعني أنت عندك استرس وبتصدق بأنه مضر، احتمال وفاة عطوفتك بوصل ل 43%، زن بقولك كده. وهذا الرقم غير صحيح بتاتا بالنسبة للناس اللي لو حتى تعرضوا للاسترس لكنهم ما يعتقدوا ولا يصدقوا بأنه هذا الضغط هو عامل أساسي مضر في الصحة. مفارقة عجيبة لازم نعرف كيف نتعامل معها، وهذا كمان رأي الأمورة كلي، واضح أنه نحن انخلقنا لبعض. هون معلم حكي هذه الأمورة الشقرة بيكون بده نظرة مغايرة للواقع، فلو هذه الأعداد صحيحة وهذه النتائج صحيحة وتعتبر فاكتس، فنحن لازم نغير نظرتنا للتعامل مع هذا الاسترس الأمور الكيوت اللي شال العرض الكوكب. وإذا أنت من الناس اللي عندهم استرس وانزيتي والأخير وعم تتعامل مع شخص ثيرابيست عم بيحللك هذا الموضوع وكان عم بيهاجم موضوع الاسترس، ودير بالك من الاسترس ولا تتعرض للاسترس وحاول أنك تبعد عن الاسترس وبلا بلا 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 بلا، عندك حل من اثنين: يا إما بطل تقعد معه تعمل له بلوك وتشيله من كل السوشيال ميديا الموجودة في حياتك وتخاصمه وخاصمة مرت الأب، او انك انت يا معلم تقعد معه بتفهم الموضوع وتقول له: معلم دير لي بالك شوي على الموضوع، شوف انت شو قاعد تحكي لي، لانه في الدراسة هاي اللي بتحكي هاي الارقام واعتبروها فاكت. فخلينا نغير طريقة تعاملنا مع بعض، لان احنا عايشين حياة مع بعض نكملها، بدنا نطلع من الجهة الثانية من هذا التنل في الحياة. وهلأ بدنا ندخل على اشياء مهمة، وهي ردود فعل جسمك والتغيرات سواء الفيزيائية أو البيولوجية اللي بيعملها هذا الجسم الأمور المتناسق الكيوت اللي بيجنن لما عطوفتك تعرض لستريس بحياتك. واللي انت أكيد راح تعرض لستريس قد ما كنت انت عايش في عالم آيديال، راح تجيك أوقات راح تعرض لستريس. هذه التغيرات اللي منها ممكن يكون مثلا تسارع دقات قلب عطوفتك، تعرق عطوفتك، فبليز حط ديودرنت قبل ما تتعرض للستريس، ورجفة شوي الأطراف، وتعرق حكينا نضل نعيد، يعني أشياء تغيرات الجسدية اللي بتصير معك أنت لما تتعرض للستريس والتوتر اللي أنت بتحس فيه، هي عبارة عن ردود فعل جسمك يختلقها للتعامل مع هذا الموقف، وهذا قلنا نحن متفقين عليه. وأكيد لها أسباب كثيرة: التعامل مع الموقف، حماية جسمك من الرياكشنز اللي عم بتصير حواليك أو التوتر أو الضغط اللي بصير حواليك، أو تجهيزك نفسيا أنه أنت عم تتعرض لسترس عشان تعرف تفكر في الموضوع وإلى آخره. أسباب ناس تطلع عليها بتحسها أشياء مفيدة، وناس تطلع عليها وتحسها أشياء مش مفيدة. لكن اللي احنا بدنا نتفق عليه في هذا الفيديو أنه هذه التغيرات هي كلها من أي تزي، هي تغيرات منيحة ومفيدة، جسمك هذا الأمور يتعامل معها ويختلقها وبعملها لحتى يتعامل باحترافية وبأحسن طريقة ممكنة مع تجهيزك لاتخاذ القرار اللازم اللي أنت بدك تاخذه أو الأكشن اللازم اللي أنت بدك تاخذها. فبعد لي موضوع أنك أنت كثير متضايق من الاسترس، وأعرف كيف تتخذ هذه الرياكشنز وتتعامل معها. يعني مثلا لما يصير عندك دقات قلب أسرع، هي لحتى تجهزك تتخذ الأكشن المناسب، الحركة الأنسب، تركب تهرب تسوي، يعني هي تجهزك نفسيا جسمك يكون قادر على التعامل مع الأكشن اللي راح تأخذها ليتر. أن تنفس الأسرع والأكثر لحتى يدخل أكسجين أكثر على جسمك لحتى تنعش الخلايا اللي راح تتصرف في هذه الحالة. ورياكشنز ثانية برضو لها معاني ثانية مختلفة، زي مثلا لما تتعرق عطوفة معاليك وتقرف أهلنا بتكون عشان تتحكم بدرجة حرارة جسمك، ما توصل درجة حرارة جسمك مليون أو ما تنزل لتحت الصفر وإلى آخره من الرياكشنز اللي أنا وإنت عارفين شو هي. ومن ضمنها في رياكشنز برضو بتصير جوا جسمك، وهذا هو اللي يعتبر
الزبدة تبع الموضوع، الرياكشنز اللي ممكن تصير برضو على شرايين دم عطوفتك، إما بالاتساع أو تضلها بالاتساع اللي هي موجودة فيه، أو بصير الثكنس تبعها عم بقل، فالبروفايل اللي بيمر منه هذا الدم بصير أقل، وهذا طبعا مسبب أمراض. ما بدنا ندخل في شو هي هاي الأمراض ولا شو أسبابها ولا شو ممكن تأثر على معاليك. وهون تيجي معانا أهمية كيف عطوفتك تتعاطى مع هذه التغيرات وشو فكرتك عن هذه التغيرات تجاه الاسترس. ومن الآخر صاحبة الفيديو اللي بدها توصل لك إياه إنه أنت لما تصير هذه التغيرات هي تغيرات مش سيئة، لكن هذا هو جسمك اللي بيحبك الذي يتعاطى معك ويتفاعل معك، وهو بيعمل هذه الرياكشنز ليجهزك لحتى تقدر تتعامل مع الموقف من غير ما تضر حالك ولا تضر جسمك ولا تدخل في نتائج سلبية من الموقف اللي انت داخل فيه. وبتحكي لك كمان انه اذا انت فعليا فكرت في الموضوع بهذه الصورة فانت وجهة نظرك هتغير تماما عن هذا الموقف وعن هذا الاسترس وعن هذه الرياكشنز، واللي بالتالي ديفينت لجسمك راح يصدق هذا الموضوع وراح برضو يتعامل مع الاسترس والرياكشنز بنفس الطريقة اللي انت بتعامل معها، ويحولها من تغيرات ممكن تكون مضرة بسبب البليفز الموجودة عندك لتغيرات مفيدة تنعش الرياكشنز تبعك. وهون دخلت علينا كالي بقلوب حب كثيرة في الفيديو، ودخلت على مبدأ ثاني تماما يتعاطى معه جسمك في مرحلة الاسترس، وهو أن الاسترس يحولك إلى شخص اجتماعي، social person. يا سلام خلينا نشوف شو مالها، هذا تجنن هاي. ويحكي لك أنه الاسترس مرتبط بهرمون يتم إنتاجه في الجسم، هذا الهرمون اسمه أوكسيتوسين، أي إن شاء الله أكون حكيت لك اسمه صح. وهذا الهرمون كيوت، كثير كثير كيوت، ومن كثر ما هو كيوت فيه له أسماء ثانية، اسمه كادل هرمون، يعني هرمون الحضن، لك أنت بتحضن. ولما دورت على عطوفته لقيت له أسماء كيوت ثانية، لاف هرمون أو هج هرمون وأشياء تانية ما بقدر أحكي لك إياها على الكاميرا. ليش كيوت وشعره كيرلي كثير هذا الهرمون؟ لأنه عطوفته ما بيفرزه الجسم إلا في الحالات الكيوت، طبعا مش إلا في الحالات الكيوت، بس هو يتم إفرازه لما تحضن شخص قريب عليك أو بعيد عنك، لما تحضن شخص وهذا الشخص يكون كيوت، إحنا نعرف مواصفات الشخص الكيوت. بس الفرق العجيب انه برضو هذا الهرمون بيتم افرازه في جسم عطوفة معاليك لما تتعرض للسترس، يعني بتحضن حبيبتك بتتعرض للسترس، بعرف شو المفارقة العجيبة عند الجسم في هدول البندين، بس هو يتم افرازه بهدول الحالتين. فانت كل ما تتعرض للسترس اكتر الجسم عشان يتعامل مع الاسترس بيفرز هذا الهرمون. تخلل بس فعليا هي مش هاي الوظيفة الوحيدة للأوكسيتوسين، هو بيحكي لك انه يتم او هو هذا الهرمون هو هرمون عصبي، مش بعصب كثير، مش من الغضب، هو هرمون عصبي يتم يعني الاعصاب، وبيقول لك يتم افرازه لتقويه العلاقات الكلوز ريليشنز، مش عارف ستريس الكلوز ريليشنز وحب، يعني هو حر جسم هذا احنا ما لنا علاقه في الموضوع. وعشان ما ندخل في تفاصيله اكثر، هو من الاخر هرمون ابن حلال، وقرأوا عنه اكثر واعرفوا انتم شو ماله. بس بصراحه المهم احكي لك اياه هون، مش تقضيها تحضن للناس وتقول لي ما انا متوتر وبدي اكسيتوسين اكثر، حاس جسمي محتاج اكسيتوسين. لا حبيبي لا، الموضوع شيء مختلف. المهم انك انت لما يتم افراز هذا الاسترس هرمون بيتم افرازه في جسمك لحتى يحفز يور رياكشنز عشان تدور على المساعده والدعم اللازمين من الناس الحبابين اللي حواليك اللي ممكن يساعدوك ويدعموك واللي بيهتموا لأمر عطوفتك، هذا إذا كانوا موجودين in general، بس هذا وظيفته في الحياة. وبرضو أنك أنت تحاول دائما تحاوط حالك بالأناس اللي بيحبوك ويهتموا لأمرك especially في حالة الاسترس. واللي كمان مهم في هذا الهرمون يا صديقي العزيز انه لما يتم افرازه الستريس هرمون او هرمون، هذا بيحاول انه دائما يخلي خلايا دمك اللي بغض النظر هو دمك ثقيل ولا دمك خفيف، بس هو راح يحاول دائما انه يخليها في حاله نسميها ريلاكست سيلز، لخلايا الدم اللي يتم ضخها في دمك، وهذا بحد ذاته اشي هيلثي بشكل كثير كبير.
والإشي الأحلى والأفضل عن هذا الهرمون إنه قلبك الكبير اللي بيوسع من الحبايب ألف في مستقبلات لهذا الهرمون. شو يعني مستقبلات لهذا الهرمون؟ يعني لما يتم إفراز هذا الهرمون الكيوت اللي شعره كيرلي الحبوب شو بصير؟ بيساعد على الريكفري لخلايا القلب التي تم تدميرها بسبب الستريس، أو بيساعد كمان على ريجينريشن إعادة تكوين خلايا القلب اللي إلها علاقة بهذا الموضوع ولو لهالدرجة، على حسب كلام الست كيلي اللي إن شاء الله نكون نحكي اسمها بصورة صحيحة. وبما أنه هرمون حبوب وكيوت وشعره كيرلي واجتماعي، فمستويات إفراز هذا الهرمون مرتبطة بمستويات تعاملك الاجتماعي، قديش أنت نازل تحضن لي بالناس، وقديش بتساعد للناس الآخرين، وقديش تصرف وقت لمساعدة إخوانك وحبايبك وجيرانك وأهلك و إلى آخره. فبيتم تحسين عمليات ومستويات إفراز هذا الأمور. واللي مخلي الأمورة كلي كثير حاب موضوع الأكسيتوسين إنه جسمك فيه بيلت إن ميكانيزم، يعني يور ستريس ريسبونس فيه بيلت إن ميكانيزم بتساعد على تحسين وتزبيط وتفعيل الستريس رياكشنز اللي أنت بتشتغل عليها بيزد على هيومن كونكشن سيستم. وال يعني الستريس له علاقة بحياتك الاجتماعية وقديش أنت إنسان منيح وخلوق ومساعد وحباب. وبيقول لك the more you are socialized or human connected the better your stress reactions أو stress rehabilitation أو stress treatment is بجسمك. يعني كل ما كنت اجتماعي أكثر كل ما كان عملية التعامل مع الستريس عندك داخل جسمك أكثر وأحسن. ماشي انا مش اجتماعي انا اكلت هوا من الاسترس يا معلم، وانت كمان اتوقع يعني في كثير ناس من المحضر الفيديو راح يكونوا بهذه الصورة كمان. نكمل هون يا معلم. تدخل لنا كيلي بدراسة ثانية تم اجراءها على اكثر من 1000 شخص او 1000 شخص مش عارف، وهذه الدراسة صارت على ناس اعمارهم بين 34 ل 9 او لا ل 93 سنة. وبلشت هذه الدراسة ب have you encountered stress by your last year، هل تعرضت للستريس في السنة الماضية؟ وسألوا سؤال ثاني كمان. شو السؤال الثاني؟ بيحكي لك انه انت قديش صرفت من وقتك في مساعدة الناس وحياتك الاجتماعية وتحسين حياة الاخرين ومساعدتهم في حالات الستريس. يعني ان جنرال هاي الاسئلة اللي انت يعني كثير ايديال بيكون العالم فيها وردي، وانك انت كثير متعاون وانك انت كثير حباب وقلوب حب بتنزل عليك من كل مكان. المفارقة بيقول لك انه كان في نسبة او احتمالية الوفاة بعد ما استخدموا نفس الديث ريكوردز اللي بعد 5 سنين هاي استخدموها في هذه الدراسة ليعرفوا اعداد الوفيات من هدول الناس اللي تمت عليهم الدراسة، ولاقوا انه احتمالية الوفاة للناس اللي تعرضوا للسترس يا معلم نسبتها 30%. بصراحة النسب هاي كبيرة ومخيفة في حالة كانت نسب حقيقية، لكن الموضوع اللي كان لذيذ في هيدي الدراسة انه هذا الرقم ما كان صحيح بالمرة مع الناس اللي كانوا اجتماعيين وبساعدوا غيرهم وبيحضروا الناس وبيقعدوا معاهم، حالة الاسترس بساعدوهم وجيرانهم واهلهم وحبايبهم وإلى آخره. كانت احتمالية الوفاة بسبب هذا الاسترس 0% للناس اللي حياتهم الاجتماعية حياة وردية. صراحة أرقام حلوة ولطيفة ممكن تخليك ترجع تعيد التفكير في حياتك الاجتماعية وفي أنك أنت ما بتحضن الناس. أهم شيء تصير تحضن الناس، مع أي حدا بالشارع شوفه أحضن روح طالعة، وإذا سألوك قل لهم استرس والباقي عندي معلم. فالجملة اللي انحكت في الفيديو ولفتت انتباهي أن الاهتمام يولد الممانعة للأثار السلبية الاسترس. اهتموا ببعض يا حبايب قلبي. مش عارف اللي قاعد بحكي لكم هذا الحكي، انا اي ام نوت هيك بالمره. بالاخر في نهايه الفيديو شو بدنا نقول لك؟ بدنا نقول لك انه الاسترس يا معلم مش هو اللي ابن حرام وعاطل، لا، طريقه تفكيرك هي اللي بتكون هي اللي ممكن تكون بتخزي وبتعر وبنت حرام وعاطله وممكن تجيبك اكتاف وممكن كمان تقتلك. فغير لنا طريقه افكارك هذه اللي ممكن تكون بتخزي بالنسبه لك كلي، لانها حرام نجرح مشاعرها كلي كثير كيوت اموره. غير لي طريقة تفكيرك لأنه ما بدنا إياك تدخل في الحيط، وبصراحة لسه ما بدنا نخسرك، لساتنا محتاجينك في هذا الكوكب الذي يعم فيه السلام وسلام.